مشاهدينا الكرام، اسعد الله اوقاتكم بكل خير ومرحبا بكم في الحصاد اليومي، نقدمه لكم من قناة شوف تي في. في الاعداد والتقديم سارة توافري. مصطفى اشلح، اهلا بك. اهلا بك اخت سارة. البداية اذا بقراءة في العناوين. بعد فاجعة الطنطان، فاجعة ورزازات تودي بحياة 8 أشخاص. حملة أمنية على المقاهي الشيشة بالبيضاء. والمدير العام لمصرف المغرب يؤكد أن نظام البنكية المغربي في حالة جيدة. وإدارة الوداد البيضاوي ترفع سقف مكافأة اللاعبين. أهلا بكم مجددا وإلى التفاصيل. وقعت صباح اليوم حادثة سير خطيرة حينما انقلبت حافلة لنقل المسافرين على بعد 40 كيلومترا من مدينة ورزازات على مستوى تيزين تيشكا، بالضبط بمنطقة تورجدال بين أكويم وورزازات، ولقي على إثرها 8 أشخاص مصرعهم، وأصيب 21 شخصا آخرين بجروح، بينهم 9 حالات وصفت بالخطيرة. وفي نفس السياق، مندوب الصحة بورزازات الدكتور خالد السلمي أكد أن حالة الوفاة 8 سجلت في الطريق إلى المستشفى، فيما سيتم نقل بعض الحالات الخطيرة عبر مروحية طبية نحو المستشفى بمراكش. نستمع لمندوب الصحة بورزازات خالد السلمي في تصريح لقناة شوف تي في. على حدث الحادثة اللي وقعت تقريبا على 40 كيلومتر على مدينة ورزازات، تم استقبال بعد تشنيج جميع الفرق الطبية والتمريضية وتنسيق مع السلطات المحلية الوقاية المدنية الدرك الملكي، اللي انتقلوا لعين المكان، من حيث لقاو تقريبا 7 ديال الوفيات في عين المكان، وتم وفاة أخرى يعني في أثناء النقل من إلى مستشفى الإقليمي ورزازات. في ما يخص مستشفى الإقليمي ورزازات، استقبل 21 حالة بما فيهم حالة خطيرة. حاليا الإعداد لإجراءات يعني تتم نسق مع سامي مراكش لنقلهم عبر المروحية الطبية لمدينة مراكش، إلى زيادة إلى تجنيد واحد مجموعة ديال 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 سيارة إسعاف جد مجهزة لأمر السيد وزير الصحة، اللي جايين تقريبا من منطقة أكادير ومدينة مراكش من أجل نقلهم في من المصلحة اللي تقدر تكلف بهم أحسن تكليف على الصعيد الوطني. وإلى الدار البيضاء، وفي إطار الحملات التمشيطية التي تقوم بها المصالح الأمنية بالمدينة لمحاربة انتشار ظاهرة المخدرات في الأماكن العمومية، تمكنت العناصر الأمنية التابعة لمنطقة درب عمر من توقيف 24 شخصا بينهم 5 فتيات داخل مقهى لشيشة مساء أمس الاثنين، بإضافة إلى محامية ومهندسة متلبستين داخل المقهى الكائن بشارع محمد الخامس بالدار البيضاء وفي منطقة المعارف. نشاهد الصور. خبر آخر، قال رئيس المدير العام لمصرف المغرب بالدومير فالفريد أن النظام البنكي المغربي في حالة جيدة ويخضع للمراقبة ضد المخاطر، خصوصا وأن الوضع الاقتصادي الراهن يمر بمرحلة صعبة، وهو الشيء الذي ينعكس على النتائج المحققة من طرف المؤسسات البنكية فيما يخص توجه الأبناك المغربية نحو السوق الإفريقية. نستمع لتصريح فالفريد لقناة شوف تي في. Alors la première question, pourquoi nous avons choisi ce secteur? Parce que nous avons vocation au Crédit du Maroc à être présent sur l'ensemble des domaines de l'économie du Maroc, du Royaume. Et donc l'agriculture, compte tenu de son poids important, eh bien nous avons également vocation à être présent. Et comme je l'ai dit effectivement l'année dernière, le développement du Crédit du Maroc sur le marché de l'agriculture est une de nos priorités. Et donc nous avons travaillé tout au long de l'année 2014 pour être présent au salon de Meknès et pouvoir lancer véritablement notre stratégie dans le domaine de l'agriculture, parce qu'il y a un potentiel énorme, parce que l'agriculture va se restructurer et que donc voilà, nous voulons accompagner ce développement. Actuellement, vous êtes opérationnel ? Oui, bien sûr. Bien sûr, nous sommes opérationnels, nous sommes préparés et alors... Je vais répondre à votre question en même temps, parce que quels sont les atouts du Crédit du Maroc? Eh bien, vous n'ignorez pas que nous faisons partie du groupe Crédit Agricole France,
qui détient 85% de parts de marché dans le financement de l'agriculture. Nous sommes historiquement nés de l'agriculture, donc nous connaissons parfaitement bien ce milieu, les attentes des agriculteurs. Et donc nous avons une expertise qui est l'une des meilleures d'Europe, pour ne pas dire du monde, et nous souhaitons nous appuyer sur cette expertise pour pouvoir en faire profiter l'économie marocaine, notamment à travers des spécialistes, des conseillers. Et donc nous profitons de cette expérience. Cette année, nous avons recruté des conseillers spécialisés dans le domaine de l'agriculture. Nous avons créé une direction commerciale dédiée à l'agriculture, avec de nouveaux produits, que ce soit dans le domaine de l'équipement, du financement de l'exploitation, du financement des campagnes. Donc tout un certain nombre de choses que nous avons mis en place en France, et nous voulons en faire profiter l'économie marocaine. Donc le lancement, c'est cette année, SIAM 2015, donc Salon de Meknès 2015, où d'ailleurs nous allons animer une conférence sur l'économie agricole au Maroc, qui aura lieu ce soir. Écoutez, les prévisions sont excellentes pour l'année 2015. Monsieur le ministre a annoncé une campagne de 110 millions de quintaux sur le blé. C'est extraordinaire. Et donc, je crois que c'est plus 2 points de PIB de croissance attendue en 2015. Donc, c'est vraiment un atout. On voit le poids de l'économie agricole au Maroc. Et donc, je crois que ça va profiter à tout le royaume en termes de pouvoir d'achat, de consommation des ménages, de transformation dans l'industrie. Donc, ça va être une très belle année. Et j'espère que 2016 sera dans le prolongement. وإلى الخبر الرياضي، حيث قرر مجلس إدارة نادي الوداد البيضاوي رفع سقف المكافآت المخصصة للاعبيه فيما تبقى من مباريات البطولة الوطنية الاحترافية، وذلك لتحفيز اللاعبين للتتويج بدرعهم للمسابقة. يذكر أن فريق الوداد البيضاوي تنتظرهم 3 مباريات قوية، ولعل المواجهة الأخيرة التي ستجمعه بالمطارد المباشر فريق أولمبيك خليبكا هي الأصعب من بين هذه المباريات. ونختم بالخبر الفني، حيث توافد مجموعة من الشباب على إحدى الفنادق بالدار البيضاء، وذلك من أجل التقدم لتجارب أداء برنامج أرب أيدل. المواهب كانت حاضرة، إسماعيل طيون كان هناك وأعد لنا هذا الريبورتاج بكاميرا المهدي مستهيل. نشاهد. العشرات بل المئات من المشاركين انتظرت منذ 6 صباحا لحضور تجارب الأداء لبرنامج محبوب العرب أرب أيدل في موسمه الرابع، قادمة من داخل وخارج مدينة الدار البيضاء. أجواء حماسية كانت بالساحة الخارجية للفندق، أصوات تغني وأصوات تتفاعل مع الأجواء، وأخرى عبرت عن خوفها وقلقها بالتزام الصمت والهدوء. انا رجاء جيت من فاس باش نشارك في أرب أيدل. من 6 الصباح وانا هنايا بغيت نشارك في أرب أيدل، حيت كنحس براسي فنان وباغي نوصل ونولي فنان. انا اليوم اول مره باش كنجي لأرب أيدل، وكتكون عندي اول مشاركه، ويعني الاحساس ديالي حسب الفرحه انني غادي نشارك، ونتمنى ليا الخير ولكل المشاركين. جيت اليوم الكاستينغ أرب أيدل باش نغني اليوم واحد الاغنيه، نشوفهم لو بغاو يقبلونا. 3 سنين وحنا تنجيو نشاركوا، هذا العام الثالث، ما كاين حتى ما تيجيبش الله، اللجنة ما تتعرفش تفسر شنو كاين، فهمتي؟ الأماكن كلها مشتاقة لك، مشتاقة لك، والعيون اللي انرسم فيها خيالك. يسمعني حين يراقصني كلمات الليل كالكلمات، يأخذني من تحت ذراعي، يزرعني في إحدى الغيمات، والمطر الأسود في عيني يتساقط زخات زخات، والمطر الأسود في عيني. عيد الدنيا وإنم قلب على بعد يكفي حزن. ابعت لي جواب 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 وطمني، ولو انه عتاب 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 لا تحرمني. غيابك طال وبتمنى، وقلبك مال يتهنى. ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليل يا ليل يا
حبيبي. مباشرة بعد ظهور أحمد فهمي منشط البرنامج أشعل الأجواء وأثار حماسة المشاركين الذين تهافتوا للغناء والتقاط الصور. جديد أرب أيدل السنة دي أول حاجة أنا شايف القوة في الأصوات. إحنا أول بلد بنروحها دلوقتي هي المغرب. أنا شايف الأصوات قوية جدا، شايف الناس متحمسة جدا، وأنا بقيت شايف إن أيدل بقى عنده قاعدة جماهيرية وبقى عنده مصداقية عند الناس. لازم نبتدي من مكان ما انتهينا بالموسم الثالث أو الموسم السابع من البرنامج، بعدين بنبقى